تعالى بقى نروح على وزارة الصحة اللي أصدرت روشتة لتقليل أمراض التكنولوجيا، ده من خلال طرق بتساعد في أمراض التكنولوجيا. أيوة في أمراض التكنولوجيا، ما أنا جايلك في الكلام. طرق هتساعد الآباء والأمهات على تقليل استخدام الأبناء للإنترنت. يا سلام، ده حاجة من ضمن آمال حياتي بصراحة. معانا على التليفون دكتور إيمان جابر، مدير إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. يعني إيه أمراض التكنولوجيا يا دكتور؟ احنا دلوقتي طبعا كلنا بنلاحظ ان بقى فيه شوية سوء استخدام للانترنت ولبرامج السوشيال ميديا، كمان بتوصل احيانا للادمان. فده للأسف من الاثار الجانبية بقى للتكنولوجيا. حلو جدا. نعمل ايه مع الاولاد الصغيرين والمراهقين ايضا علشان نخليهم يتقوا امراض التكنولوجيا؟ الوقاية طبعا خير من العلاج. فإحنا نبدأ بالأول نقلل الوقت اللي بيقضوه على الشاشات، نمنع في السن الصغير خالص الشاشات، يعني أقل من سنتين مش المفروض خالص إن الأولاد تقعد قدام التابلت ولا الموبايل ولا التلفزيون. ولما نبدأ ندخل ده ندخله في ساعات محددة لأهداف محددة جدا تحت رقابة. كل دي حاجات بتخلينا ما نوصلش بقى ان الولاد قاعدين طول النهار قدام التلفزيون او طول النهار قدام التابلت او طول النهار قدام الموبايل. فالوقايه دايما خير من العلاج. هقنع الولاد دول ازاي؟ بصراحه انا راجل ديكتاتور، يعني انا من انصار بقى ايه، غير باسورد الراوتر، ما تخليهمش يشغلوا انترنت على التليفون، حاجات كده يعني. ولا عندنا طرق اكثر ديمقراطيه وذكاء؟ طب هو ما فيش حاجه واحده تنفع للكل. يعني احيانا ممكن تبقى يعني انا دايما بقول للاهل انت احنا اقوياء، يعني فكره قله الحيل وانا مش عارفه وقت هو بيزعل ما برضو ما ينفعش. الوقت مش دايما كل الاولاد هينفع معهم الديكتاتوريه. ولازم برضو نفهم هم ليه عايزين قدام الموبايلات طول الوقت. فراغ بالظبط. يعني دي اول حاجه واكتر حاجه بتخلي الاولاد تقضي اوقات كتيره على الانترنت، ان هو قاعد ما بيلاقيش حاجه يعملها. يعني احنا في اجازة نص السنه في اولاد ما بتعملش اي حاجه خالص، لا بيلعبوا رياضه ولا عندهم هوايات ولا بابا وماما فاضيين يقعدوا معاهم، فهم طول النهار قاعدين ما بيعملوش اي حاجه. هل مش بصراحه، هو اظن انه جزء من واجباتنا كاباء وامهات ان احنا نوجد لاولادنا افكار يقدروا يقضوا فيها وقتهم، يقدروا يحطوا وقتهم فيها. لو ما كانش في المذاكره تعال بقى العب رياضه، اقعد اقرا، ارسم، العب مزيكا، يعني العب شطرنج، يعني نوجد حاجه. ده على ايامي كانوا يقولوا لنا كده. دلوقتي الكلام ده لما بيتقال بنلاقي العيال بتبص لنا بصات غريبه قوي. هي زرعه بتبتدي من بدري. يعني انا ببقى مشفقه على الام اللي عندها طفل عنده مثلا او مراهق عنده 16 سنه وجايين نقنعه دلوقتي، لكن لو انا عندي طفل عنده 4 سنين، لو انا من 4 سنين عامله نظام وعندنا ابتدينا نلعب رياضه وابتدينا ندور هو بيحب ايه وابتدى نزرع فيه ان الهوايات دي حاجه مهمه، طب هنوصل لسن 16 سنه مش هتبقى عندنا مشاكل كبيره، او عندنا مشاكل ممكن بس مش بحجم اللي ما عندوش حاجه خالص وهو عنده 16 سنه. أتمنى والله يا دكتور إيمان ده يبقى يعني تبقى وقاية ناجعة. أشكرك جدا 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 دكتور إيمان جابر، مدير إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. أتمنى ليه؟ لأنه أنا أعتقد أنه المتغيرات الزمنية وسرعة التطور التكنولوجي أقوى بكتير جدا من قدرتنا على أن احنا نسيطر على أولادنا. والهدف بالمناسبة من السيطرة، سيبك من الهزار بتاع الديكتاتورية من عدم، أنا شخص مش ديكتاتور خالص يعني خالص مع أي حد. أحيانا بتبقى النفس كده أمارة بالسوء، يعني تحب تمارس سلطتك كده على العيال من وقت للتاني. بس برجع تراجع تاني، يعني تراجع فورا مش تاني، ما بستحملش، ما بطقش حد أشوفه مكشر قدامي بصراحة. المهم، فلكن اللي عايز أقوله إيه، الولاد دايما عندهم ردود بالمناسبة، والأجيال اللي موجودة دي أنا من الناس اللي مؤمنة أن هم ذكائهم أحد بكتير جدا من الجيل بتاعنا، نتيجة الأنماط التعليمية، نتيجة توافر أدوات تكنولوجية كتير، وبالتالي ده بيخلق سعة في الاطلاع. مش المفترض أن احنا نبقى ضد التكنولوجيا ومش ضد الإنترنت، هو مفترض ان احنا نخلي الولاد دول يتوجهوا للتوجه السليم في استخدام التكنولوجي او استخدام التقنيات والانترنت. يعني الولاد تقرا، ما بقوش بيقروا على الكتب، انسى انسى،
اقعد احكي من هنا لحد بعد بكره على اهميه مسكه الكتاب. وده الاحساس الكلاسيكي الجميل اللي اجيالنا والاجيال اللي قبلنا يعني استمتعت بيه. لكن الولاد دلوقتي بتقعد تقرا على التليفون وبتقرا على التابلت وبتقرا على اللابتوب الى اخره، بيقروا ما اقدرش انكر. بس بيقروا ايه؟ هو بقى ده المهم. بيتفرج على ايه؟ ده مهم. بيسمع ايه؟ ده مهم. كل الموسيقى ما فيهاش مشكله، لكن الكلام دايما او ساعات كتير بيبقى فيه مشكله، ومش بس عندنا في مصر، في اي لغه من اللغات. فانت لازم طول الوقت تبقى بتتابع. انا اعتقد يعني انطلاقا من كلام دكتور ايمان، خليك صديق ولادك، صديق مش مجرد اب. انت دايما قدامك حلين، يا تبقى بابا، ودي احيانا بتبقى ما بين قوسين بعبع، وده اكبر غلط وده يضيع ولادك منك، يا تبقى بابا وصديق احيانا قدهم واحيانا اكبر عشان تقدر تقدم النصيحه، مش طول الوقت اكبر. بلاش فرض الابويه على العيال، لانه الفرض ده هيؤدي الى ايه؟ هيعمل لك كده ومش هيعمل لك حاجه. خليه يثق فيك ويحبك ويحترمك احلى بكتير من انه يخاف منك. اوعى تصدق عزيزي الاب ان الخوف منطلق لحل اي شيء. الحب والاحترام والاقتناع هما المنطلق الرئيسي.